بابا مين ده؟ لك قوم يا ربي، مين بده يجينا وش الصبح؟ لك قوم خلدون، خلدون قوم في ولي، ما في غيرهم. اخ يا ربي، هذا اللي كنت خايف منه. لك شبك عن شو عم تحكي؟ خلدون، شو خلدون؟ يا حرام الخطايا رفعوا. ولي اشو يا جدي، اشو اشو. لا تخافوا جدي، لا تخافوا شبكو. شو عامل؟ تخبرني انت شو عامل؟ هلا بلا كتر حكي، خلينا نبحث عن الباب شوي. دخلك يا جدو، هلا بيكسروا الباب. انا اعرفه لك الباب متين مدرع، ما تقدر عليه، ما بيقدروا ينطوا من على الاسلوح. انا عامل احتياطاتي لكل شيء. ان شاء الله سامحوني، انا مو اصلي. لك ابني هلا لا تخاف، الحقيني اللي متخبى بالسرداب فقط. نحن كمان نروح معكم. لك انتوا كمان، هذول ما بتفرق معهم لا رجال ولا نسوان. الحقوني يا سرداب. لا تخافوا، لا في صراصير ولا في جرانين، ارمي نظيف ونظيفة. شوفوا ايش هو هالسرداب يا جدي، قد ايه صار لي عايش فوق؟ بحياتي ما عرفت انك مزبطه هيك. لك هذا مزبطه هيك من زمان كتير. انا يا ريت تجبنا معنا قنينة مي، بركي طولنا. اي والله يا ستي انا كتير عطشت. لك في مي وفي اكل وفي حمام كمان. انا عامل حسابي اذا قعدنا شهرين ما بنعتاز شيء. شهرين يا جدي؟ شهرين. وطوا صوتك، وطوا صوتك. شهرين يا جدي، شهرين. جدي هذا السرداب مسكر؟ من هنيك مسكر، بس من هون اذا بتروح للاخير على اليمين بتلاقي شقفه خشبي ومرسوم عليها بالاحمر. اذا سحبتها هيك بتفتح طاقه صغيره على الحاره الثانيه، اذا داهموا البيت نطلع منها. جدي هلا انت ليش عامل هالسرداب؟ هلا انت احكي لي شو عامل حتى جايين بدهم ياخذوه؟ اليوم الظهر كنت قاعد لحالي بالمحل، قام وقفت سياره سودا وطلع منها شاب طويل عريض ولابس نظاره سودا حاطط صنارة. رحبت فيه، عرفني على حاله، طلع مرافق لجماعة مهمين كتير. قولي شوي طلب مني سكر باب المحل من جوا. ليش؟ لأنه جماعته ناطرين بالسيارة، بدهم يشتروا وما بدهم حدا يزعجوا. وبعدين فاتوا. بلش تفرجيهم بهالأواعي وهني كان شي رافقين مناخيرهم، مو عاجبهم شي. طلعت لهم الغالي من الفلس، شي سينيين وشي سبورات أشكال ألوان. Thank you.
حتى شنطيون حملت لهم اياها. يعطيك العافية. وبالاخير بلشوا نقوا، اشيلوا وحطوا على جنب. انا شو قلت لحالي؟ خي الحمد لله رزقه محرز اليوم. بلش المرافق يلي معه يضب بهالكياس ويعبي بالسيارة وعبي معه. قال غلطت يوم عملت لهم فاتورة. لك وبعدين؟ قمت عملت لهم فاتورة مثل العادة. شو هاد فاتورة؟ ايه فاتورة. ولك انت ما بتستغل. شو دخلني اذا طلع هالقد قدها؟ لك وبعدين؟ شو صار يا حزركون؟ شو صار؟ قال لي حضرته انتو لا ما بتستحي على حالك؟ ولا بتستحي ان شاء الله. قلت له انا شو عملت؟ هاي حق الغراض. طلع فيي هيك وقال لي حقت حقك. حق شوية غراض حق فرنجيم بدك تاخد حقه؟ بدل ما تتشرف لانه المدام وبنتها رح يلبسوا من عندك؟ اسمعوا لا اذا بتجيب سيرة الفاتورة على لسانك اي يوم من الايام اذا بتفتح سيرة الفاتورة بيوم من الايام فهمتوا لا؟ يعني راحوا الغراض. رحت انا مو الغراض. بعيد الشر عنك بس ما تكون الكنزة اللي كنت حاطة عيني عليها اخدتها. اخدت كل المحل. وبعد ما طلع المرافق قامت زورتني زورة هي وبنتها، قصتني نصين. حاج بضحك جدي ما في شي بضحك. طيب هلا انت متأكد انه هي مرته لهداك؟ لخبرك يا دول من تحليل شخصية. لا انا متأكد وهي هي بتكون حكيت لجوزة انه انا طلب منها حق الغراض وبعته حدا يشحطني. قصتك واردي لانه قصتك تشبه قصة ابو عبود. ابو عبود سكروا المطعم تبعه لانه طالبهم بفاتورة لخمسين شخص. يا ريتك ما طلبتهم تقبرني، كنت اعتبرتهم زكا عن عافيتك. وانتي امولة شو رأيك؟ برأيي ما بيعملوا شيء لأنه شغلتك بسيطة. بسيطة؟ لأنه هدول الجماعة كمان عندهم حساباتهم وبيحسبوا حساب اللي أكبر منهم كمان، فما بيسترجوا يقربوا ناحك إلا إذا كنت عامل شغلة كبيرة مثل اللي أنا عاملت اليوم. وهلأ جايين ياخدوني أنا مو أنت. أنت؟ شو عاملة؟ حكي لنا جدي حكي لنا. اليوم لما كنت بشغلي الصبح عم دق على الكمبيوتر على أرقام الناس اللي ما نون مسددين فواتيرهم وتجاوزوا المدة المسموحة. وفعلا لقطت كذا خط وعطيت أوامر للكمبيوتر لقطع الخط فورا. فجأة وأنا عم تابع شغلي فات على قوطة المدير العام مثل سيخ النار وصار يبهدلني. بالأول ما فهمت ليش، طلع أنه أنا قطعت الخط بالغلط على مكتب حدا مهم كتير وكان بلحظتها عم يشتغل على الإنترنت. قولي على أمتي. يعني ما انتبهتي على اسمه بالكمبيوتر؟ عندي ما بيظهر الاسم بس الرقم، وإذا كان مخصصات بيكون في إشارة، بس هذا كان عادي. وقلت للمدير إني ما انتبهت إنه مخصص، فقال إنه هدول الجماعة المهمين خصوصي تاركينه هيك عادي لحتى ما حدا ينتبه لرقمهم. الله يوفقهم. وعلقت بلسان المدير وكل شوي يتصلوا ويهددوا إنه بدهم يعملوا ويساووا لأنه موظفة وقحة مثلي تجرأت وارتكبت هالغلطة القاتولية. وهي ليكن نفذوا وعدهم وشرفوا ياخدوني. لمين طلعت النورة اللي طشتيها تقبريني؟ ما عرفت والله يا ستي ما عرفت. شغلتك مو ذات اهميه مثل شغله خلدون. بظن مو جايين ياخذوكم الكون، جايين ياخذوني الي. انت جدو شو عامل؟ القصه لك يا جدي قديمه كتير. لكن انا ليش عامل هذا السرداب؟ لانه متوقع طبوا علي باي لحظه. ها هاي الجماعه شرفوا. احكي لنا جدو شو عامل؟ لك شو بدي احكي لاحكي لك يا جدي. صار لي سنين والرعب عايش جواتي، لا بفارقني
ولا فاروق. في صبع واليوم بدهم يجوا، وبنام المساء ويمكن بطبوا علي الصبح. احكي لنا فؤاد، خوفتنا. حضرك يا جدي، اخر ايام الحرب سنه 48 بعد ما اكتشفنا ان السلاح اللي بايعيننا اياه عاطل خربان ومصدي ومو خرج نحارب فيه. كنت وقتها راجع انا وواحد صاحبي من فلسطين. كان محمود جايين ياخذوك لإله؟ يا سيدي جايين ياخذوني إلي، بس خربطوا عواض ما يدقوا على بابي يدقوا على باب جاري. كلها معقولة مشان الكلمتين اللي حكيتهم عند الحلاق ياخذوه؟ إيه إيه، وصيتك الأولاد. ياخدوك بعد كل هالعمر؟ ايه عم تقول من حرب 48. لك بنتي هدول ما بينسوا، يضلوا لاحقينك مثل القضا. لا تخاف جدو، نحن معك. شو منيرة؟ تعبتي حبيبتي؟ لا 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 حبيبي لا، بس شو بدي قلكن، هدول الجماعة مو جايين ياخدوا حدا فيكم، هدول جايين ياخدوني إلي أنا وبس. وإنتي عاملة شي كمان؟ فؤاد سامحني تقبرني، هاي القصة أنا ما قلت لك إياها. هذا يا سيدي قبل ما أنت تجي تطلبني للجواز كان في واحد رايدني، أبوه واصل كتير إيده طايلة لهون. يوم من الايام اجى لعند ابي الله يرحمه قام. لحظه ولي على قامتي ابني فادي. لك فعلا كيف نسينا فوق؟ الله لا يعطيني عافيه على هالنسوه، انا طالعه اجيبه. لك وين رايحه؟ لك يا مجنونه وين رايحه؟ ايوه بلكي على فطول الولد شو بعمل. اتركوني انا رايحه، اتركوني. لحظه كانه الدق وقف. ايوه الدق وقف. ليش ما عم تفتح الباب؟ حلاب رح يكسره وهو عم يدق عليه. مو انت وصيته على دبية حليب؟ مجبور انا فيق من نومي وافتح الباب؟ إيمان ثابت لا يتزعزع. المهم النبي يبلش من عندي ومن عندك. روحي فدى بلدي. طريقنا واحد، حط النصر. معنا على طريق النصر. مشان أولادي وأولادك. مشان شرفي وشرفك. كرامتك وكرامتي. مشان مستقبل زاهر لأولادي وأحفادي. أنت جاهز العملية؟ جاهز. قول الله. يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل السلام وأتم التسليم على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم مرة عندك؟ مرتين ثنتين. كم ولد عندك؟ 17 ولد مقسمين ما بين ذكور وإناث. حياة المرأة كويسة زينة مرتاحة، حياتها مثل حياة المدينة، لا أحسن زود، لا شغلة ولا مشغلة، يعني من فاقتها مرتاحة مبسوطة، تشتغل بيتها هي وساكتة، مي موجود، أكل موجود، راحة موجود، يعني مرتاحة ولا على قلبها هم، لا شغلة ولا مشغلة. المرة سعيدة الحين بهالوقتها سعيدة. المرة عندنا اختلفت عن أولي، ما عادت مثل أولي، كانت شقيانة تشتغل بالأرض وتعجن وتخبز، الحين مكيفة، لا تشتغل لا تعجن لا تخبز ولا شيء، قاعدة مكيفة ممتازة. ما ناقصها شيء، المي موجودة والكهرباء موجودة وفرن موجود، كل شيء موجود وزين، يعني مثلها مثل المرة وين ما كانت، كل شيء متوفر وزين، ما أبو شيء غايبها. أمانة 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 يا اللي هاي جود جيب أولاد تعوق في حد يلا. هذا شعر للمرأة الحرة، في شاعر من هذه البقعة. يا زوجتي يا زوجتي يا أغلى الناس بالناس عندي، إذا أردتي حكمي الرأي والرأي عندي، وأنا كرامة لرأيك أغير بساع عندي، وأصير بيدك أطوع من قوس الربا. تعليم المرأة أبداً أبداً، المرأة لا تعتبر أنها نصف المجتمع بس، المرأة تعتبر ثلاث أرباع المجتمع، ويمكن أن نعتبرها أيضاً مجتمع ونصف المجتمع. البنات عندي كلهن متعلمات والحمد لله، منهم للثالث ومنهم للرابع ومنهم وصل للخامس، بس الحين كل متجوزات، بقيت هالصغيرة الفصعونة، إذا كانت حابة تكمل علامة ما أبو مانع توصل للسادس، معليش العلام مو عيب. هلا هلا والله. يا زوجتي يا زوجتي يا بعد قلبي يا بعد عيني، تعالي القلب تعبان بالحي العيني، والله كنت تامر يا اليوم بالقلع عيني، اقلعها واصير اعمى ادق على البواب. طيب شو رايك اللي بيجوزوا بناتهم وهن بعمر 13؟ ها 13؟ ما سمعانك
اللي بيجوزوا بناتهم وعمرهم 13 سنة. هذا جواز فاشل أولاً، وهذا جواز حرام وما يجوز. يعني حرام تجوز البنت عمرها 13 سنة لسه ما اكتملت تربيتها، يعني شلون هي ما اكتملت تربيتها وبدها تربي أسرة؟ ما يصير. بعدين لسه ما كملت علمها وتعليمها، يعني بنت مو متعلمة جاهلة، شلون بدها تربي أسرة؟ بعدين أولا لسه البنت جسمها ما اكتمل، نموها ما اكتمل، يعني حرام ما يجوز تتجوز عمرها 13 سنة. يعني ممكن بال14 تتجوز ماشي الحال، 13 حرام حرام، لا ما يجوز. يعني بناتي زوجتهن كلهن من صار عمرهن 15 سنة، زوجتهن كلهن. طيب تعدلنا أسماء أولادك الله يوفقك. ها؟ أسماء أولادك. جاسم هذا أكثر شيء أتذكره لأن اسمي أبو جاسم يعيطولي، وعبد الستار وحورية وفهد وغالب وغلبان وحسنين وذكية ووديعة وسمر ونهود وسهير وقطيفان وعبد الحكيم. وكم صاروا عندك؟ الحمد لله رب العالمين، عايشين مع بعضهم مرتاحين. والثانية جابت لي 7 أولاد و4 بناوي. هاي شغلة الجواز بتعود لهوى الرجال. إذا كان هذا الرجال متفق هو وعيلته هو حرمته أم ولاده، لا ما لازم يتجوز. هاي إذا كان متفق. السن المناسبة للزواج يعني بال14 15 سنة بالكثير يعني. والبنت اللي قطعت ال25 وما تزوجت يعتبرونها بارت وعنست، يعني صارت موضتها قديمة وبطلت. اللي يدفع الزلمة للجواز مرة تانية هو الضيم، ضيم مرته وعيلته. لا والله إذا بدنا يهينوه يتجوز مرة ثانية، معلش، لأنه بكرة بس يكبر ويقع على القاع ما بواحد يسقيه. الرجال يوم يكون موسمه مليح وبي عنده مال يقدر يتزوج مرتين ثانية. ما بحد ينطيه. يتزوجون، في منهم يأخذون 3 ومنهم 4، وبعد في ناس تتزوج 5 نسوان. لكن إن جيت للحق والحياة الزوجية السليمة زينة يعني حرمتين. إلا قالوا حرمة ثانية تكون ها تغسله وتسقيه، ليش لا؟ من الرجال صار عمره فوق 40 سنة لازم يأخذ مرة ثانية. أي شيء يحتاجه، أي شيء يطلبه تنطيه، هين شي يعيش عيشة وكأنه بعمر الطفولة، يوم اللي يأخذ وحدة عمرها بال14. المرح من صار عمرها فوق 40 سنة خربت خلاص، وش بده منها الرجال عاد؟ ما ظل منها مال، خلاص راحت. وإذا تناقره؟ إن كان زلمة يتركها وتكايده شلو بيها، ويوم حردانة يقلعها. إي يا حرمتي يا بالبيت يا عود نادي، أنا أغني باسمك بكل وادي وكل نادي. أمري وقفي بالصوت نادي، تراني جيتك يا بعد عمري زحف على الركاب. هذه من طرائف الشعر. تعال يا حرب وقف قدامي، قدام قرب ولك، قرب القصير قدام، انت ولك تشلب لورا صغار قدام. تعال يا ابوي، تعال هين ما بدي ولك اسمع ولك ازعل، انت ولك تشلب. تعال جاي انت وش قدام من خوال؟ هون
بلا ضحك بلا ضحك، ما بدي ضحكة. يلا عمود جيب الولاد تعال، يلا قوام. اوه عندك فوزة. اوه نوفل نوفل. اوه عندك خديجة. وعندك زود، عندك زود جمال. جمال ما شاء الله، ما نسيت حدا؟ والله ما ادري، ما نسيت ما نسيت. بس هدول عديناهم 13 واحد. 13؟ عاد نعيد من الاول. جاسم يقولوا لي لاني ابو جاسم، هذا ما انساه. جاسم وعبد الستار وجمال وعبد المنعم وحسنين. شو اخي سطو، شو صار معك؟ اي يرحم والدي، هي هي تلحوا البيت، تلحوا على الفكر بس ثواني. ها اي ها 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 العينات العينات ها. يا حرمتي بالليل يا حلم زهري. تراني لرجلش قطفت باليد زهري. وانتي يا حبيبتي ترى كيف ما قلب زهري. وانتي معاكي والله يهون المصاوب. اي 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 طبعا. تعالي يا حرب وقفي جنبي. يلا يلا يا اولاد، القصير قدام والطويل ورا. قرب ولا كجل، قرب قرب ولا قرب، ابدي ولا حركه ها ولا بسمه. قرب قربت لك قرب. جاهز يا ابو شاهين؟ جاهز باذن الله. ابتسم للكاميرا، يلا ابتسم على الكاميرا. يا الله خلنا نعيد من الاول. عندكم جاسم، جاسم هذا من سهل اني ابو جاسم. وعندكم فوزان وعليان وذكيه ووديعة ومهران ونوفل وعبد الستار وعبد الجليل وعبد المحسن وقطيفان وعبد الحكيم لا تأخذوني يا أستاذ، والله والله نسيت. ما استحضر، ما استحضر كل الاسماء. ما طيب شكرا شكرا عم، يعطيك العافيه. ما يصير والله ودكم تتغدون عنا، ما يصير ضيوفنا انتم. يعطيك العافيه ابو سطوح. عفاك ربي عفاك ربي. والله هذا يطلع رمضان ان شاء الله. اي ان شاء الله ان شاء الله. تفضلوا يا شباب، والله انت المخرج. الله امانه امانه. تفضلوا والله كلكم تفضلوا. تعالوا
شو اسمك؟ عبير. انت بالمدرسة يا عبير؟ ايه. بأي مصر؟ خامس. شاطرة بالمدرسة؟ أولى على المدرسة. شو حابة تصيري بس تكبري؟ حبيبي شو اسمك؟ عوض. شو عم تعملوا هون يا عوض؟ عم نشتغل بالأرض. انت ليش ما عم تساعدهم؟ بس النساء يشتغلون بالأرض، الرجال ما يصير. يا عوض انت بالمدرسة؟ ايه. لانو صف؟ خامس. وشاطر بالمدرسة؟ ماشي الحال. طيب يا عوض انت بس تكبر شو بدك تطلع؟ بدي اطلع مثل ابويا.